السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بداية نقطة سريعة كده، من كام يوم انتقدت الكابتن إيهاب جلال وتعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر من الناحية الفنية، وقلت انه مسك مع الزمالك اكبر فرقة يعني مسكها الزمالك وبيراميدز اكبر فرقتين مسكهم، متوفر فيهم زمالك يمكن افضل من بيراميدز شوية، كان متوفر لعيبة متوفر جمهور اهم من الجمهور بيدي الروح يعني، مع بيراميدز في فلوس في لعيبة في كل حاجة لكن مفيش اي بطولات اتحققت حتى الان يعني، لكن الزمالك وخسر من وهو موجود مع الزمالك من الاهلي فرق بنتيجه كبيره، وخسر وهو موجود مع بيراميدز من الاهلي ومن الزمالك كمان، وعشان تاخد بطوله لازم تكسب الفرقتين دول على الاقل يعني، او فرقه من الفرقتين يعني. فانتقادي لإيهاب جلال بسبب طريقه لعبه كمان، بيلعب بطريقه هجوميه جيده لكن ما بيعرفش يقفل خط ظهره، خط ظهره بيبقى مفتوح الاطراف بيبقوا طايرين وبيستقبل اهداف كتير يعني. فكل دي نواحي فنيه، اتكلم زي ما انت عايز تتكلم عن إيهاب جلال، لكن في بعض التعليقات اللي جات لي احد الناس قال عليه اخواني. اخواني يا جماعه اللي جابوني كل ما اختلف مع واحد او انا مش عايز واحد يمسك اقول عليه اخواني؟ يا اخي انا مش عايزه يجي يمسك. فاتضح ان الاستاذ عبد الناصر زيدان هو كان عمل حلقه بيتكلم فيها على ان إيهاب جلال اخواني، وانا النهارده عشان مختلف مع واحد احبسه؟ عشان ما اختلف مع واحد اوديه ورا الحديد اوديه ورا البسه البسه مصيبه؟ يا عم ما احنا بنتكلم الاساتذه، وبعدين انا اللي يعني كل واحد حر فيما يقول يعني، وهيسال عن ما يقول قدام رب العالمين يعني، والنيه كانت ايه مش بتاعتي ما دخلش في نوايا، لكن اللي استفزني ردود بعض الناس المتابعين مع عندي على القناه لما اتكلمت قال لك اخواني. ايه اللي اخواني؟ هو يعني الاجهزه الامنيه والدنيا بحالها مش عارفه مين اخواني ومش مين اخواني، وبعد عشان يمسك ثم ايه علاقه الاخوان مش اخوان؟ راجل ماسك يا اخي قول رايك ان هو لا يصلح مش هينجح، اسلوبه طريقه لعبه. يا عمي انا مختلف مع واحد دائما وابدا، احنا بنختلف بقول دائما وابدا احنا بنختلف مع اراء الاشخاص مش مع الاشخاص، انا قلتها مليون مره حتى مرتضى منصور انا ما فيش حاجه بيني وبينه شخصيا، ولا انا هطلع ادعي زي البعض واقول ان انا بطل وعمل معايا وسوى معايا وهددني وبعت لي ناس تهددني وبعت لي وقال لي، لا ما فيش الكلام ده ما حصلش. غالي خالد الغندور احمد جمال كل الناس الزملكاويه اللي بيتكلموا انا خلافي معاهم خلاف لعمري قلت ان الناس دي اتعملت شخص حياتها الشخصيه. طبعا في الاراء ومش اراء الالفاظ لازم يحاسبوا، بطلع بقول اللي بيخطا يتحاسب، اللي غلط يتحاسب بالقانون، لكن ما اطلعش اقول واحد علشان هو شغلته مدير كوره اقول ان بعض الناس يقول لك اخواني البسه مصيبه البسه تهمه، ممكن يروح ورا الشام، ممكن يتحبس، ممكن اسرته تتضم، ممكن حياته كلها واسره حياه اولاده كلها متشقلبوا تتشقلب بسبب تصريح زي ده، ما ينفعش يا جماعه. عمرو الدرديري وتعليقه على طبعا عمرو الدرديري يعني انا للاسف الشديد ما اتفرجش كتير عليه في رمضان يعني مفيش وقت، تحس ان في رمضان اليوم قصير يعني. فبشوف بعض التعليقات كده على السوشيال ميديا، فشفت عمرو الدرديري من خلال مقطع او بعض الناس كاتبين يقول لك عمرو الدرديري بيطالب بمعاقبه سيد عبد الحفيظ بعد تعديه على الحكم محمود، هو ضرب محمود عاشور. يا جماعه والله الناس دي بتهزر يعني، لو شفتوا مباراة كانت لنادي الزمالك أول هام لاعب نادي الزمالك مش هنتكلم عن فرجاني ساسي، فرجاني ساسي، لكن شوفوا العون المدير الفني باتريس كارترون لما دخل وداس وعاوز اللعيبة تطلع من الملعب، سيد عبد الحفيظ اتكلم مع الحكم بأسلوب ما، الحكم اداله إنذار، كلم تاني اداله إنذار تاني، ده معقوبة أهي، هو الحكم ما عاقبوش؟ هو أنت زي عندكم اللعيبة بتشتم وبتضرب زي محمد عادل، شفنا شيكابالا اعتدى على اللاعب، كان ممكن يطرد شيكابالا بعد المباراة وطرد زي ما قال لك محمد شناوي خد انذار بعد وسيد عبد الحفيظ بعد المباراة انتهت محمد صلاح كان اداله انذار، لكن قدام اللاعب بيضرب وبيشتم اللاعب اللي هو
لاعب نادي انكادا اللي هو لاعب نادي فاركو رقم 27 بعد المباراة، ولا شفنا انذار وغير وغير، وكان مدحت عبد الهادي وكان اسامة نبيه وكان فيريرا نفسه في المباراة، محدش اتكلم. وانت الراجل، هو انا عايز، مش في انذار، في انذار في طرد، هذا مش عقوبة. لكن ايه، هو السيد عبد الحفيظ عامل لهم تعب اعصاب، تعب اعصاب السيد عبد الحفيظ. بعض الناس بتتكلم بعد طلبات النادي الاهلي اتحاد الكرة بخصوص سماع ما يدور في غرفة الفار في حالات التحكيمية اللي عليها اثار جدل. بعض الناس بدأت تتكلم انه مسموح، وبعض الناس تقول لك مش مسموح. حتى مدحت شلبي امبارح افتى ومعرفش بيفتي ازاي، قال لك الفار بيقول واحد اتنين تلاتة، الحالات اللي هو قالها هي دي المسموحة، اللي ما ذكرهاش يبقى مش مسموحة. يعني قال لك استدعاء الحكم في حالة الطرد، في حالة ضرب الجزاء، في حالة مش عارف، دي اللي مسموحة، غير كده مش. يا كابتن مدحت يا شلبي، في فرق بين المباراة و90 دقيقة، وفي فرق ما بعد المباراة. دي الحاجات اللي الفار من حقه يتدخل فيها في القرارات التحكيمية الخاصة بالحكم. لكن النادي الاهلي بيقول لك انا عايز اسمع ايه اللي دار بعد الماتش، وانا ساعه الماتش شغال هاجي اقول لك والنبي انا عايز ابقى اقعد في الفار. يا عم مدحت يا شباب، وانت وخلاص اي حاجه دفاعا عن اتحاد الكوره وخلاص يعني. المهم البعض بيقول لك فيه، وبعض في ناس بتقول لك والله بيحصل الكلام ده في الدوري تقريبا الاسترالي حاجه زي كده، انه بعد المباراه ما بتنتهي بمبدا الشفافيه بيجيبوا الحالات التحكيميه في السلهات التحليليه والتلفزيون قدام الجمهور، منعا للقيل والقال، الحالات التحكيميه تحسب ضربه جزاء يجيبوا، ما تحسبش ضربه جزاء يجيبوا برضه القرار التحكيمي، ويجيبوا كلام الفار والصوره والفيديو جوه الفار ويذيعوا الكلام ده كله. فالبعض قال لك ان هو ما هو مسموح في بعض الدول، لكن الكلام اليقين زي ما بقول لحضراتكم بعض الناس المتخصصين في هذا الشأن قال لك ان مجلس الفيفا قال لك لم، اللي هو مجلس الاي اف اي بي، لم يقرر ما اذا كان سيسمح للانديه انها تشوف القرارات في غرفه الفار ام لا. قال لك اخر اجتماع كان في شهر مارس اللي فات بخصوص هذا الشأن ولم يصدر قرار. ده كلام نقلا عن محمد سعيد اللي بيقدم برنامج الترند على قناه النادي الاهلي، قال لك كان في اجتماع في شهر مارس اللي فات ما خدوش فيه اي قرار بخصوص السماح بسماع تسجيلات الفار. قال لك واللي بيحصل ربما يحدث في بعض الدوريات وبعض الاماكن وبعض الدول، يعني ده حالات فرديه ومش الزاميه، وفي بالنسبه لدوله زينا لسه بتمشي ورا قرار الاي اف اي بي خلال الفتره القادمه. هل هيكون قرار ملزم للجميع مبدا الشفافيه الناس اسمه، ولا يكون كل واحد حر؟ بس برضه هنا اسال سؤال، بما ان في بعض الدول بتسمح بذلك ولم يعترض الاتحاد الدولي على مثل هذه الامور، اذا ممكن دوله تسمح ودوله ما تسمحش، والدوله اللي ما تسمحش بقى دي زي ما بنقول لحضراتكم اكيد ممكن يبقى عندها راس، طالما ما فيش حاجه تمنع. في فرق بين ان الفيفا بتمنع، في فرق انها ما سمحتش او ما قالتش في قرار في الموضوع ده. منعت يبقى على الجميع، لكن ما منعتش وما سمحتش يبقى عدم المنع معناه الاباحه الى ان يصدر نص اخر، الى ان يصدر نص من الفيفا بالمنع يعني. ده بالنسبه لموضوع الفار يعني. بالنسبه لمحمد بركات، محمد بركات زيه زي الكل في البرنامج، انا بتضايق قوي لما يكون واحد شغال هنا وشغال في اتحاد الكوره ويطلع في الاعلام يتكلم كل حاجه حصلت. قال لك شرح لنا القصه الكابتن محمد بركات، قال لك بصوا انا وخالد درندالي وحازم امام كنا عايزين مدرب اجنبي، التصويت تم، الاغلبيه قالت مدير فني مصري، وقت ما اختاروا مدير فني مصري كلنا اخترنا ايهاب جلال بالاجماع، يعني حسام حسن يا محمد بركات ما كانش له اي حتى صوت ولا ربع صوت، يعني ما كانش حد ادى صوته، كل الاصوات راحت لمحمد. قال لك الناس اللي طلعوا كلام انا هددت باستقالتي وحازم هدد باستقالته وان احنا زعلانين وما رحناش، قال لك كلام عالي تمام، وما رحناش السحور ولا الفطار بتاع اتحاد الكوره، لا انا ولا خالد درندري ولا حازم امام بسبب ارتباطات عائليه مش اكتر. وقعد بقى اتكلم وحوارات ماشي، يقول لك انا ما بطلعش اتكلم. طب ما انت بتتكلم يا عم وقلت القصه كلها، سردت القصه كلها. حازم امام اتكلم، بركات اتكلم، محمد حلمي مشهور اتكلم، ايهاب الكوم اتكلم، جمال علام اتكلم، يمكن اللي ما اتكلموش وليد العطار مدير الفيزياء اتكلم، ما اتكلموش يمكن خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس اداره اتحاد الكوره،
ويمكن انا ما سمعتش دينا رفاعي، يمكن حد سمع دينا انا ما سمعتهاش للامانه، لكن خالد ده انا متاكد انه ما اتكلمش، وهو ما بيتكلمش اساسا. نادي بيراميدز بشكل رسمي اعلى يعني هيعلن خلال الساعات القليله المقبله عن تولي تكيس جونياس الاداره الفنيه لنادي بيراميدز خلفا لايهاب جلاليا. كلام كتير بخصوص النادي الاهلي وحصوله على توقيع، الكلام ده احنا قلناه من فتره، محمد حمدي الباك الشمال على توقيع اللاعب، واللاعب اختار النادي الاهلي رغم طلب نادي الزمالك، زي ما بيقولوا كده البعض يقول لك اول صفقه الزمالك الاهلي بيضرب الزمالك على عينه فيها يعني بخصوص هذا الصفقات وموسم الصفقات اللي بيبدا، احنا لسه الدوري لسه ما انتهاش. نادي الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة يوم أو اتنين يعني على الأكثر هتلاقي بيان طالع من نادي الزمالك وخطاب طالع من مرتضى منصور ونادي الزمالك لاتحاد الكرة المصري بيقول لهم أنا مش هلعب غير لما الأهلي يلعب مؤجلات، ومعرفش مؤجلات إيه، أنا بلعب في بطولة ما أناش قاعد على القهوة، لك يعني ما هيقول لك مش هلعب غير لما الأهلي يلعب مؤجلاته، ومش هلعب على أقل تقدير مع بداية الدور الثاني غير لما النادي الأهلي يخلص مبارياته في الدور الأول يعني. مش بس كده، ممكن كمان او في انباء بتتكلم عن انه هيطلب كمان عدم لعب اي مباراه من النسخه الماضيه من كاس مصر الا لما النادي الاهلي يلعب مباراته مع بيراميدز يعني. وهنا التحدي لرابطه الانديه واتحاد الكوره، هل هتقدروا تمشوا الجدول بتاعكم ولا هيتحكم فيكم مرتضى منصور؟ طبعا مرتضى منصور اتحكم بعد ما كانوا بيقولوا قبل كده ان الكاس هيتلغي، فمرتضى قال لك مش هلعب الجديد غير لما يتلعب القديم، فردخوا الكلام مرتضى وطلعوا وقال لك اصل القصه والشركه الراعيه وغرامه ماليه وكلام من هذا القبيل. بيتسو موسيماني بيعلن عن قائمه النادي الاهلي مباراه الرجاء، القائمه والفرقه اللي هتدخل معسكر مغلق استعدادا لمباراه السبت الساعه 10 مساء. القائمه ضمت محمد شناوي ومحمود متولي وياسر ابراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن محمد شريف وايمن اشرف وحسين الشحات وعلي ديانج وعلي لطفي وعمرو السليه وصلاح محسن وقفشه ومحمد محمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرستا ومحمد عبد المنعم طاهر محمد طاهر كريم فؤاد لويس ميكيسوني محمد هاني مصطفى شوبير واحمد عبد القادر ووليد سليمان. القايمه شهدت عوده وليد سليمان مره اخرى بعد فتره غياب، شهدت عوده محمد هاني بعد فتره غياب للاصابه، وايضا شهدت عودة صلاح محسن اللي قعد فترة طويلة من أول مباراة في كأس الرابطة وخضع لعملية والحمد لله بيرجع للقائمة من جديد، لعيبة كلها إضافة ومؤثرين مع النادي الأهلي، كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم.